وهبينك يا حري هكش رعدي ده كده مجال ده بربرع وحنا نغلق قروف كحوله وسوين وجس عليه مجال ده تضباط ده قدام بيجي وزدوه وزارة ده حنا نده حوله يهربون تكلميس جاي قبل كساحل عبد الكريم عثمان عوالي يسدو كلا دكتور كده كده يروف كحولها دولة محمد فارح وان كلك كل ما يد كده وهبين نمدي حري هحوله كده فين أي واحد كور همين هب كايو صور لما دين أبى بلوسه قبل قبيجي حوله موسم كحشكة يكده فيه ده كده مجال ده بربرع الحمد لله ما أنت عاون قسوة بقبودي هلك الوقت أنا أعرف ما تكود الوقت الحمد لله حولها سيادة نوي ودافن سعودية هالمركب أو نقصا نقضي أو حولها سي أي نقص عرس الدلك السعودية هبيراتي ما شرتو الحمد لله شقدينا أنا سفي عم بين وقدر ماتي عاون أنا وحن وجوهم بليين هرت الدلك الصومالي لان وزير كاي مدحوينها با إنا نجرب استعجين يهولها دن سفي عنه لقبتين تكلم ماشي شرتنا أنا ما هاد وين بنقول إني ديب وولد يمحوها جن عسات هذا سفي عنه يقول أنا ليش قينين هوشنا سفي عنه قدر ماتي حولها سومالي لان وحولها حولها سومالي لان يحولها دد كانوا دبوا وحوله أي كنوا اليهين دقالها سومالي لان والف دبرت دقالهن ووحي الله وقوم مهمسن اللوبة هي هي إن ما الجريو إن جرب استاجو إن كر لوكعيو تي ذي ذا سبب توه حولها صار نمك تجايو مالها تجايو واللي بنا أنا سعودي جو كل يوم ما أهد ضل فر بضل أو أهي منطقة عمان إماراتك بحرين يو كويت با أو دوانا نفلنا إن تجانا لا مصر يو ليبيا با تاسو حولها صار محبوبة هي هن حرف ربضانين للدوفيو حولها سننا نمحوها لما قبلني كرو إلا أنت اللي جرب استاجو ها نقطة تدوينها يمحوها حكومة با ينو واحد وقبا هنا هي هرت عاوة إنهم باليوين يوم هاد نقوين أن أجيو ضد كيو دن جرب استاجي إن مات هاوش عاوة هاوش هذا يوسف عن لوجا صباحي أو دوفيتانكا حولها أو سيدا وناك سنتي يدو ذا يعافي مات كودا يدو لإيه جاي waxaan loo soo gabagabeeyay xoolahi muusamka xajka tagay oo intoodu ugu dambeysay ay dhoofeen habeen hore een suuudigu uu noo furan yahay xooluhu way guuri doonaan laakiin xoolahi xajka ayaa soo dhamaaday een ilaahay ba mahadle alxamdulillaah shukrullaah een waxaan u mahadcelinaynaa shirkadda DB World oo naga siisay garab weyn inay xoolahan ka dhoofaan tikada oo u xidhay tikada oo dhan habeenkii oo dhan in uga furta maraakiibta kaargooga sida sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa laamaha kale ee dawladda sida SBA-da oo iyaduna wada shaqayn fiican nala sameysay waxaan mahadleh madaxweynaha iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo iyagu qayb weyn ka qaatay in arrimahan suurto galaan oo wasiirku maalin kasta wuxuu xiriir toos la sameeyay calaaqof DB World ganacsatada annaka wakiilada iyo ajansiga xoolaha ka wakiilka ah iyo anagoo ah mar walba standby u ah in xoolahi dhoofaan iyagoo caafimaad qaba oo bad qaba weli waxaa jira duunyo kooban oo iyaga laga rarayo dekedda magaalada Barbara habeenadan inaga xiga maalinta carafa waxaana dekedda magaalada Barbara toddobaadadii u dambeeyay ay si weyn ula ciirciiraysay xoolaha aad u tira badan oo habeenkii guud ahaanba mashquulin jiray dekedda Mukhtar Cabdiraxmaan Maxamuud Television-ka Qaranka Soomaaliland Barbara